اهلا 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 وسهلا بحضراتكم. ممكن تكونوا سمعتوا عن قصه ان احتمال دونالد ترامب انه من الممكن انه ما يدخلش الانتخابات او السباق الرئاسي القادم في الولايات المتحده الامريكيه. السؤال، هل ده مأزق لترامب ولا مأزق للحزب الجمهوري؟ طيب هل هذه المأزق هتؤدي الى انه من الممكن انه جو بايدن يحصل على فرصه جديده، ولا انه من الممكن ان يحصل الديمقراطي على فرصه جديده بعيدا عن جو بايدن؟ ده مهم جدا. معانا عبر زوم دكتور احسان الخطيب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه موري بالولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك، ولايه كنتاكي. اهلا بيك يا دكتور احسان. حياتي. اهلا بحضرتك دكتور احسان. مهم جدا ان احنا نعرف ايه اللي حصل. المحكمه العليا في كولورادو يعني وكانها وجهت يعني ضربه قويه او ساحقه لدونالد ترامب، هكذا تم تناولها صحفيا. نعم، يعني هي هذا اعتقد في نهايه المطاف ستكون في خدمه لترامب، لانه تعزز ما يقوله ان هناك حمله من الحزب الديمقراطي لمنع الناخب من ان يختار. الديمقراطيه يعني ان الناخب هو الحكم، هو الذي يختار، ولكن الحزب الديمقراطي عندهم مرشح ضعيف جدا ويريدون منع هذا الرجل من ان يكون هو الرئيس القادم باي شكل من الاشكال، ولكن هي محاوله فاشله لان المحكمه العليا اكيد ستمنع ذلك. طب ما الذي استندت اليه المحكمه العليا في توجيه هذه الضربه؟ المحكمة العليا في كولورادو، يعني هناك 7 أشخاص، المحكمة 4 أشخاص صوتوا لهذا القرار، يعني معناتها 3 عارضوه، وهذا يعني يعطيك انطباع أن النتيجة متقاربة وأن هو موضوع يعني سياسي أكثر منه قانوني، لأن هؤلاء كلهم ديمقراطيين، هؤلاء بالمحكمة، وكل هذه القضايا التي شاهدها في أمريكا، يعني كل هذه التهم، كل هذه المحاكم، كل هؤلاء المدعون العام كلهم ديمقراطيين، كل بيحاولون بأي شكل من الأشكال منع هذا الرجل من الوصول إلى الرئاسة، ولكن كل هذه المحاولات باعتقادي هي تفضح يعني أن هناك أزمة نظام في هذا البلد، بدأت أزمة رجل، انتهت أزمة نظام قانوني وسياسي.